اه طبعا اهو. نعم، لا بلاش خلاص، مش اشكال السيسي. انا ماليش طلبات، عايزه بس البلد كلها تتحسن، يبقى فيه امان وترجع كده زي زمان خالص بقى. زمان زمان. كل زمان يرجع زي بالظبط. لا انا زعلانه حزينه، لان اصلا جوه مش كتير، يعني يمكن عشان الحر، يمكن كله هيجي بالليل. وديها كلمه للناس اللي هي متكاسله، يعني شوف انا بنتي اصلا تعبانه وهتنزل، مش هيفرق معاها اي حاجه، اي حد تعبان يعني، حد يبقى واقف معاه، اي حاجه، اي حد ينزل اصلا، مش قصه يعني، كل هتروح هتمضي وده وخلاص، بس ان شاء الله خير. انت خدت الحمد لله. السيسي طبعا، وفي غيره؟ قول له ربنا يوفقك ويعيننا ويعينك علينا ان شاء الله. بس ممكن يعملوا على وجه الصوره؟ والله هو لازم يعمل حاجات كتير قوي، لان البلد محتاجه حاجات كتير قوي عشان تتصلح، فيعني ربنا يعينه ان شاء الله ان شاء الله. ميرسي. اسمك ايه؟ جونا. جونا. انت عايزه ايه من الرئيس؟ جونا. انا بحب السيسي. بحب السيسي. بيدي ايه؟ عشان انا عجبتها حلوه. بيدي ايه؟ عشان كانت حلوه. مصري يا جونا. هي حلوه بلدنا. هي حلوه بلدنا. بصي قولي انت كمان انت خدت سيسي. والله احنا برئيس من غير رئيس، الطبقه اللي تحت مش حاسه باي تحسن، فاحنا عايزين الطبقه اللي تحت دي هي اللي تحس. والله ربنا معاه وهيجازيه على اللي هيعمله، مش اكتر من كده. شكرا. ميرسي. صوتي حضرتك؟ اه صوتي. عايزه ايه من رئيس الطالب؟ والله عايزين الصلاح والخير والتقدم وتعيين الشباب يعني، بس شباب السيسي طبعا. قال له بحبك قوي. الحمد لله صوتي ان شاء الله للسيسي النصر ان شاء الله. اه اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ميرسي. الحمد لله. ايه السيسي طبعا، اكيد اكيد اكيد. والله القياده، وان هو القدوه لينا، واكيد كلنا هنمشي وراه ان شاء الله، واحنا محتاجين حد زي الفريق السيسي عشان المشير اكيد طبعا. عشان مصر تبقى احلى بلد في الدنيا زي ما هي طول عمرها. آية شريف، آية شافعي، وشهد شريف. انتوا النهارده دخلتوا اللجنه مع وحاطين وعاملين هم صمموا ان هم